السلام عليكم، كيف الحال جميعا؟ أتمنى أنكم تكونون بخير وصحة وسلامة. أنتم من عز عليكم وحشتوني. أنا اليوم باستضافة مطبخ القصر. البرنامج اسمه نقصة القصر، واشتهيت أتنقص لكم الشغل اللي بسويه لكم اليوم. أول شيء ببتدي فيه كشكة أبلة وفيقة بدون علم القصر. لا كان يدش. لا. حياك الله. هلا ومرحبا. تروح تدور الجدر؟ ها عدل، أقول أنا قطيت أنت ما تدري. خايفين لا الشمس تغط عليهم ما يمديهم يشتغلون. الله يحفظك. الحين عندنا كشكة أبلة وفيقة. كشكة أبلة وفيقة. شنو فيها كشكة أبلة وفيقة؟ الكشكة أبلة وفيقة سهلة وبسيطة جدا، مكوناتها بغاية السهولة. خوشي. متوفرة بالجمعيات. ممتاز. لبنة. إي. زيتون اسود واخضر شرايح. نعم. من غير بذر. اي نعم. بصل اخضر مقطع مع الاقصون الخضراء كامل. اي نعم. بصل ابيض. اي. برغل منقع مغسل ومنقع. ايوه. نعناع فريش. حلو. ونعناع ناشف. حلو. شويه ملح. ملح. جوز نوعين، مرضب اللي هو مبشور. إيه؟ يعني وعلى. إيه؟ عداله. على عداله. ثوم حبيبه فص واحد. سهله مكوناتها. ابد سهله. انزين تبين احنا تبين اعاونك بشيء؟ والله إيه؟ انا ابيك اليوم ترتاح هني؟ ابد ما ابي منك شيء. وانت بتسوي انا اللي بسوي اليوم. انزين يا جماعه عندكم اختي مبارك. إيه؟ اليوم هو مو احتلال، هذا بيتها. الله يرضى عليك. على الرقبه. اي والله الله يرضى عليك. هي اليوم بتقدم لكم كذا اكله ان شاء الله يوفينا الوقت ونسويهم كلهم مع بعض. اول ما نبتدي في الكشكه، الكشكة الغريبة العجيبة اللي كل من ذاقها تحير. نعم كشكة أبلة وفيقة. اي نعم. ان شاء الله. بس إن شاء الله. هذه مكوناتها. نعم. واعتقد ان هي طريقتها سهلة كلها. سهلة. بس خلاط. ابد بس نخلط مع بعض. خوش. الشغلة البسيطة، التكنيك البسيط اللي فيها ان القوام ما يكون سائل. لازم. يكون يامن. ايه شوي. خاطرة خاطرة. نعم خاطرة شوية. زين تحتاجين. ابد ابد انا بيك مرتاح. انزين منو عندك؟ كمار. هذه كماري. عندي ستي موجوده، اذا بقيتهم اناديهم. ابي مليله بس هذه بيضه. يلا. هذا اللي ابي عشان اخلط. هذه المله بس. هذا هو. خوش. بس انا احط هذول في الصحن ولا تخليهم في الصحن؟ اي انا شوف انت خليك. انا بجيب اطاولك كل شيء. ما يصير لازم يشتغل. احنا بنريحك ابو داوود. يلا الله يجزاك خير. ماشي. انزين وانا وين تبيني اقعد؟ هني طالع. يصير بالله يعني ما مددين يعني اليوم؟ لا ابد ابد والله بيك مرتاح. يلا خوش. يلا انا بقعد. حياك الله يسلمك. انا الحين بس البس جلافز ونطلع شغيلاتنا هذه ونبتدي الكشكه. الكشكه أبلة وفيقة ان شاء الله. اول شيء مقدار اللبنه. اي نعم. في لها مقادير معينه ولا كذي؟ على حسب الثخانه. الثخانه مالتها. بس حسب الثخانه بهالطريقه. واللبنه اللي انتم تحبونها حامضه زايد او شويه على حلاوه؟ هي المتوفر او الافضل. نعم. اللي تعلمته من أبلة وفيقة. اي. ان هي تكون لبنه معتدله، يعني مايله. اي مايله الى السكر شويه. ما هي حامضه وايد. حامضه وايد. نعم. وبعدين النعناع. نعناع مبشور. نعم مقصص فريش. مقصص. النعناع نوعين راح احط. خوش. وهذا نعناع اليابس ونعناع. اي نعم. اي نعم عادي ممكن رشه، هي اسمها رشته. والله مبارك ماني عارفه قاعد انت تشتغلين كذي. لا لا ما علي والله. انا اطاولتك فيشه شيء. ابد ابيك مرتاح. وهذا الجوز المبشور. هذا الجوز المبشور. انا دائما مقاديري بالنظر يعني. عادل. والله كوب عينك. ما اعرف عينك ميزانك. مع العلم انه يعني يقولون لا لازم تستخدمين مقادير او مكاييل. اذا بنسوي كيك اذا بنسوي شيء بالضبط. لكن بالضبط. هذا مال التهبس لا بالضبط. هذا البرغل. برغل متوسط الخشونه. اي اذا ما في متوسط بالخشونه يخلطون ناعم وخشن. يعادلون المستوى. يعني نفس سر كشكة أبلة وفيقة في البرغل والجوز. هو اللي يعطيها الطعم. نعم هو اللي يعطيها الطعم. نعم. أنا حطيت ثلاث كفاش. ثلاث كفاش. وقابل للزيادة. قابل للزيادة. يعني طبعا على حسب اللي يشتغل. وهذا هذا هذا لبن. لبن أنا للتخفيف فقط. إي مو أساسي. إي لا مو أساسي. زينة ما يحتمل. بالضبط بالضبط. وبصل أبيض مثروم ناعم. بصل أبيض.
البصل فوائده ترى جدا كلها مغذية. نعم جدا جدا مغذية، وخاصة للناس اللي ما يحبون ياكلون البصل كذي، فهذا مع النعناع اي مخلوط مخلوط ما يبين ما يبين. وبصل خضر مع خبز ولا مع كل شيء؟ مع خبز. هي نوع من المقبلات. كثير سألوني مع شنو ناكلها؟ مع خبز يا جماعة، يعني حالها من حال الحمص. اي نعم. حالها من حال المتبل. حلو. والزيتون الأخضر هم بعد مقشر ومقصص شرايح. يمشي ولا نعم شرايح. اي نعم. حلو. وأسود كذلك. ما فيها طماط ابدا. طماط ابدا ابدا. ولا فلفل اخضر ابدا. ممكن شو يعني، انا دائما اقول كل شيء جائز بالطبخ. نعم. وكل شيء مباح في المطبخ. اللي تحبه ضيفه وشوف طعمه، يمكن بالضبط احسن ساعات يعطيك أسوأ تبطل منه. عدل. اي نعم. عاد الملح انا يا جماعه كله اقول لكم اكل من على كيفه. الملح هذا هو في نعم. يعني انا عندي جماعه في البيت يعني مثل امي ما تاكل ملح وايد. اي يعني تاكليل، فكل وقت رشه. ليش رشه؟ الزيتون مالح، اللبنه فيها نوع من الحموضه. صادق. فلا تكثرون. اي اي صادق. واللي يبي يقدر يضيف له زود ثاني. زيت الزيتون بالنسبه لي انا احبه. حلو. مفيد بنفس الوقت. مفيد، وبعدين يساعدنا في القوام، يخليها حلوه. فانا برضو بحط خلنا نقول تقريبا كنا 3 كفاش. بالضبط. راح ابتدي اخلط. تنخلط كلها وعقب تبلش صحن حق التقديم، وبالزينه نفس المكونات اللي عندنا. بالضبط. حلو. بالزيت الزيتون اسطحها. اي مثل التسطيع تصير فيها. تمام. لا بالله خوش اكله. زين ابي اذوق ولا بعد شوي؟ ذوق ذوق الحين. كان يذهبون لك خبزه الحين ولا يطرشون السايق خبزه؟ لا انا بنطر الثقيل الثقيل. زين. اي هذه عقب المقبلات وانت قبل عقب انطر الثقيل شلون؟ لا انا بس ابي اقول لك لكم شيء اليوم. اي خالتي الله يعطيها طول العمر من مصر. نعم. ام مبارك. اي نعم. الوالده فمعطيتنا احسن وصفه حق الرز المعمر ووصفه حق الشركسيه. الشركسيه نعم. فبنشوفهم اليوم وياكم عقب ما نخلص من الكشكه ونصفها ونوريكم اياها شلون صارت، ونرجع لكم بعد شوي عشان نشوف شو اللي صار. خوش كلام. الحين الطبخه الثانيه. نعم. سهله وعجيبه. ما يبي لها شيء. مقاديرها دياي مقطع مكعبات، صدور مكعبات. حلو. صدور دجاج، زبده، صنوبر، وهم نستخدم الجوز. الشركسيه اساسها الجوز. والشركسيه اللي ما يدرون هذه اكله مصريه مشهوره كانت تقدم عندهم يعني نعم للهاي كلاس البشوات. نعم البشوات. اي نعم. فالحين مقاديرها توست، ما راح نحط كله لان انا اشتغلي بالتوست. اي لان جدري صغير. أيوة. يعني ماكو كبير. مبارك بتشتغل بالتوست. انا بقول لكم ايش سوينا، احنا سلقنا الدياي. نعم. اللي هو هذا الدياي، هذا هو مقطع تقريبا كيلو دياي، نظفناه وغسلناه. نعم. نحطه هني مع عود دارسين. اي نعم. وبصله ونص ليمونه. بصله نص ليمونه بس. وكم حبه هيل بس. هذه اسمها الشوربه البيضاء. وال... لا المستكله مو الحين. وبس تطبخ هني ولين نشيل عنها الزفره وناخذ الماي ويطلع عندنا الصفو. هذه النتيجه. اي نعم. هذا الصفو ماله وهذه النتيجه. هذه الشوربه البيضاء يا جماعه. إيه؟ هذه الشوربه البيضاء. بس احنا بالامانه سوينا قدامكم، احنا مجهزينها عشان الوقت. الحين يلا كملي شغلتك. الحين في البلندر نحط توست، هو وخيره كله ما تقطعينه. نعم كله على طول. الجوز فوق جوز. اي نعم. مطحون او مبشور. او مبشور. اي نعم. وفوق ونساقيه من ماي الشوربه البيضاء. وتالي نجيبه هني علشان السرعه يا جماعه. اي انا احط ابي بس قفشه بدور. قفشه ان شاء الله. رشه ملح. هذه رشه ملح. ورشه فلفل اسود. كثير ملح نحبها لان الشوربه فيها ملح. مملوحه. طيب. نعم مالحه. يعني مالحه طيب. ولا فلفل اسود مبارك ابدا ابدا ما نحط. فلفل وبصله ودارسين وتفوح الديايه ونشيل وناخذ الشوربه البيضاء مالتها. هذه الشوربه شوف شلون تطلع. اي وهذه تصفو الدهنه مالتها فوق. اي نعم مال الديايه. دهنة الديايه. الحين بس
بالبلندر نضبطها. بالبلندر بس اعطني اياها انا بسويها. الحين انا اشتغل على الجدر هذا. ايش رايك اخليهم يسوون هذه داخل يطحنونها ويجيبونها؟ اللي يريحك. لا شغاله. ها شغاله. لان انا ما ابي ازعجهم فيها. 50 جرام زبده. اي نعم. باين عندكم الصوت، صوتي باين عندكم. انت اوكي؟ اي يلا المستكه كاهيه. الحين حطينا الزبده والمستكه. نعم زبده ومستكه، حبتين ثلاث مستكه. اللي هو اللي يعطيها التيست مال الشركسيه والطعم. اي نعم. لازم المستكه تذوب. اذا شفتوها هني شويه واجفه بس حركوها. لان التوست ما فيه روح بسرعه ترى. وهي الاساس مالتها هذا الصوت اللي نسويه. اي نعم. اوه طلعت ريحه المستكه والله خنينه. اي نعم. مع الزبده. بس اقصر النار عليها. اي نعم قص نبي تكسيره النار. ان شاء الله دقيقه واحده. ممتاز ممتاز. يلا ما ازيدك شوربه؟ تبي شوربه شويه؟ اي افضل علشان شو اسمه بعد اذنك الاول. ايوه تمام. نرد نكمل طحانها. ايوه كاهيه. لين تذوب مره واحده ها؟ نعم. بعدين بنصبها فوق الدهنه. بعد يبينها كفايه ها؟ هذه والله سهلة. هي يعني طريقتها سهلة. نعم من زود الكرم. إيه؟ كل ما زدنا جوز المكسرات. نعم إيه؟ بسم الله. يلا بسم الله. وهي تطبخ وتتخثر تالي تثقل. اي ما فيها الا المستكة والزبدة ابد بس هذا وماي الدياي. از ات اوكي كذي؟ مني هسه اوكي يمكم ولا يسكر عليكم؟ طبعا تقدم هي بطريقه فنيه يعني رز. نعم. مصري. رز مصري. نعم. طبعا احنا مسويته مجهزته حلو. وهذه اذا تقلت إيه؟ تنحط فوقها وتزين بالسنوبر وبالجوز الصحيح. حلو حلو خوشك. الحين تاخذ وقت لما تطبخ نخليها شويه. إيه شويه. إيه؟ طيب ناخذ فاصل شويه إن شاء الله. ونرجع لكم لما تطبخ ونكون جهزنا اغراض اللي بنسوي الرز معمر ان شاء الله. أوكي. يلا الحين بوداود جهزنا احنا حطينا العيش. نعم. في المليله اللي بنقلبها هني حق التقديم بنسويها طبقات. بنسوي طبقات. بنحط الحين دياي مره ثانيه. نعم الحين طبقه الحين هذا العيش. يا جماعه شوفوا الصوص شلون صك. شوفوا اي بس صك هذا. نعم. استوى الحين خلاص. مستوي جاهز. انا ابي هالسوالف هذه دياي المكعبات اللي سلقناه في المايه. نعم. البيضة. اي نعم. راح احطها كذي بهالطريقه. حلو. حطي بابا مني. وبعدين احط انا طبقه تساعد مدور. ايوه بطبقه العيش. هذه العيش. طبعا الكل يعرف يسوي العيش المصري مو شيء غريب. سهل يعني. نعم. اللي هو ما ياخذ نفس مقدار العيش البسمتي، لازم كميه الماء اقل لان فيه نشا اكثر، ولازم ينفل اول شيء بالدهن بالزيت. ايوه بالزيت. نعم. تالي تساقى بالماء، إذا ذاك ياخذ كوبين هذا ياخذ كوب أو كوب ونص. عاد اللي بس. بطريقة يعني الضغط نضغطها شوي عشان يطلع عندنا الشكل جميل طبق التقديم. كأنها محشية هاي طريقتها هاي. أنا العادة. نعم. العادة لما أذوقها عند يحطون بس قطع الدياي من فوق. من فوق. فتاكل العيش ما في طعم. بالضبط بالضبط. وبعدين يا جماعه العيش ترى مسوي على ماي السل. توني بقول. إيه؟ نعم ماي السل. الطعم كله فيه، يعني هذا العيش ما اخذ الطعم، كنا مشبوس بس ابيض لانه ما فيها بهارات زود. بالضبط. بس طعم الدياي والدارسين والهيل. وبصله واحده. بصله واحده. وراح بالبطل. واذا بتشوفونه هني كهوه. الحين انا راح اقلبها. دول انا اطلب مساعدتك هل. من عيني. عدل بالوسط عاد. اي نعم الحين نواسطها. ايوه فلت.
بقالها ندهن الماعون شويه. ما ضغطناها ما علي لا لا ما فيها الا العافيه. يعني وسويها سوي يعني ايش عليك انت الكفوف؟ احنا لا يعني انا مبارك اليوم كفوف، بالعاده انا لا كفوف ولا شيء، انا اقول لهم انا اطبخ حق بيتي، بس اليوم هي نقصه ونقصتها بتوديها الحين. نعم. بنقول لكم حق النقصه ان شاء الله. يلا نحط الحين بس كلها نساقيها. نساقيها من فوقها؟ نعم. تبين اصبها بالجدر على طول فوقها؟ لا بالقفشه احسن. بالقفشه احسن. سلت شوي بالنص. بالنص. يخش شيء عشان تتدخل فيها. اي نعم. ما عليه كذي كلها كلها شوي انا بحط هذا الجزء ان شاء الله. بالتالي بس كفايه. ايوه قطي هذه زين. بعدين كلها صارت مشربه بهالطعم اللذيذ العجيب. الحين عاد واليوز. الحين عاد التزيين. نعم شوف والله انا ترى كل ما صار عندي هذا زايد العاده انا يصير هوش عليه. مستويه باليوز. اي فلازم مكوناتها فوقها عشان. نعم. يبين احنا شنو حاطين فيها. ساعات حتى اللي يضربون طبعا احنا مسوين هذا الطبق عشان الزينه. العاده هذا كله لان شوف الدجاج ايش كثره فتسويه كله. هذا العاده لما انا ماكله عند مبارك تسويه هالشكل كذي هالكبرها، لان احنا بس اليوم اختصارا للوقت عشان ما عندنا وقت زايد نشتغل فيه هاللي سويناه. تشوفونها جاهزه وعقب نقدر نزيد لها بعد شويه زينه. نعم نعم. ونرد لكم حق الطبخه الثانيه. الحين ناخذ مقاديرها. الحين ابو داوود عندنا الرز المعمر. رز المعمر. نعم. انزين خلينا نقول لهم اياها بسرعه وتالي ناخذ راحتنا. اوكي. عندنا العيش مقسول. نعم. وعندنا الكريمه. كريمه. وعندنا قيمر. قيمر. وعندنا الحليب. الحليب. وعندنا نعم. وعندنا ماي السلق. نعم ضروري. ماي السلق يا جماعه منين؟ اعطيني هذولي. من هذه من فوح اللحم. هذه الموزات عشان اقول لكم سحر سحر بحر ابو داوود على قولتهم. هذه الموزات عقب ما تنفاح تصير هذه. بالضبط. مع هذه، هذه البسيطة. هذه ماي المال الفوح، نص ليمونة وهيل وبصلة ودارسين، ما فيها أي شيء ثاني، عشان تعرفون، الناس يسوون رز معمر ويقولون يا جماعة رز معمر ليش طعمه غير عندنا وطعمه غير عندهم؟ لأن هذا ما في بهاراتنا، ما في البهارات الثانية، هذه بس موزات تنسلق. وكم اللي عندك مبارك؟ الحين عندنا طاجن. الطاجن هذا أبو داوود. نعم. أنا بالنسبة لي أحبه عميق. يعني العمق فيه عشان ياخذ راحته. عشان ياخذ راحته. نعم. اساس هالرز يصير لين ملبوش عدل، فلازم ما نكثر العيش. انا حطيت يعني مو ما حد يقول لي ولا رز معمر نثري. لا نثري. لا ما يصير نثري. كوب ونص عيش مصري مغسول. ايه؟ عدل متخلصه من النشب قدر المستطاع. عدل بهالطريقه واوزعه. نعم. عندي قفشه اذا تكرمت ابو داوود. في طريقتين، في ناس تحط قي سمنه. أي؟ وفي ناس تحط زبده. واحنا بنحط سمنه وزبده احنا. اي انا للامانه انا اخلط الاثنين. اي والله. اي نعم. هذه الزبده المعتاده وهذا الله يسلم عمركم اللي هو السمنه. السمنه. اي نعم. عشان تطلع ريحتها. اي هو 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 اللي ينكه فيها. اما تشوفون لما يقولوا لك اكلنا الرز المعمر في البلد غير لما ناكله في مصر. بالضبط عشان السمنه. عشان السمنه هناك فريش جايتهم. شوفوا طارش جاينا يعني جايتنا نقصه يا جماعه. يلا هذا احنا محالتها مع النقصه ما شاء الله. نعم. بيت المفتوح دايما. الله يسلم عمرك. الحين وترى هذه كنا نفكر انا ويا مبارك قالت لي انت ابو داوود عندك اليوم عمال. نعم. وانا شفتهم كلهم من الشغالين من الجنسيه المصريه، بس الحين اشوفهم مشوا التفتت من نسوى كانت تقولي لا تعال. نعم. مصورين ربعنا. اي والله والموجودين شباب كلهم كلهم مو بس هم احنا نحب الاكل المصري. نعم يا هلا ويا مرحبا. حاضر الله يسلمك. المكونات ابو داوود حطينا الحين ايش؟ مغسول نظيف وحطينا فوق الموزات مسلوقه. نعم الحين هذا حليب. نعم وفوح فوح اللحم الموزات. فوح اللحم مال الموزات. نعم نسوي ميكس.
نحطه نص بنص يعني؟ بعدين يعني ما تكثرون زيادة الملح هني، حطوها زيادة في الشوربة. ليش؟ لأن العيش نحتاج يطلع من النشا يلقط الملح بالضبط. كله. نعم. بالضبط. ويا الحليب لازم حليب. أنا دائما هالطريقة اللي هي هذا مصر النقصة لازم يطرش النصيبها. مصر رز المعمر يذكرني بالسليق السعودي عادل صاج يشابه. نعم. شابه. حطيت الحليب وظهر النقصة يا على سيكل. شوف سوى. لازم تدير بالنا ان نعم. نخلي مسافه انه بينتفش بينتفش اي إيه. عدل نغطيه ولا يظل مكشوف؟ اول شيء نغطيه اي بعدين اخر 10 دقائق نفتحه عشان تحمر الوجه ونحط فوق لك لازم الحين القيمر والكريمه كلها ولا نص بنص؟ لا الحين بس توزيعه انا اغطي طبقه اللحم هذه نغطيها ما نخليها تبين حلو استسمحك بقفشه قفشه ان شاء الله او مغرفة اوكي مغرفة كان افضل تروالي عشان السرعه هذه المغرفة هذا الحين القيمر او القشطه نعم. طبعا يقولون غير هناك اكيد هناك قشطه بلدي لا قشطه بلدي إيه؟ هناك غير إيه؟ وهذه القشطه العاديه المصنعه اللي ناخذها بالضبط اغطيها الطبقه لا تقولوا لي دهن وايد وتبون اكل عدل لازم في دهن اكل محيوبين ما يستوي لا وضحت انه تاكلون قفشه يعني. بدل ما تاكلون ترس مله ما انتم ملزومين لكن اكلوا شيء اللي فيه طعم في لذه وفي طعم بالضبط ليش يقولون الله اكلهم حلو واكلهم غريب في من اول شيء النظافه نظافه انا دائما سنة. اتعب على النظافه يعني هذا ما استخدمنا الدارسين البودر عقب بالالوي بس الويبة. ترى ما فيها شيء كلش بسيطه ابدا بس وسريعه نعم وهذا الحين اللي هو الجيمر السايل نعم اللي قشطه لا لا هذه كريمه الكريمه الكريمه السايله وحين هذا العيش بينتهض وياها نعم ويصير تالي كذي ساعات شنو اسوي؟ افتح عليها اي وشويه انهضها عشان تدخل ايه تخلخل ايه يعني ايه بس لازم ينترس السائل اكثر من العيش شفت شلون العيش؟ العيش ثلث والسائل بالضبط ثلثين. بالضبط الحين بس رشه خفيفه على الوي من القرفه الدارسي وادخلها الفرن وندخلها الفرن اذا بيينا بياخذها يشوفها داخل الفرن المصور يقدر يشوفها داخلها تبي احنا بنحطها برد بنطلعها لكم مره ثانيه بالضبط على كيفكم وبعدين الطبقه الثانيه يعني المرحله الثانيه اذا احتاج الدارسين ينزل راح نزيد دارسين على فوق على الوجه وبس هو بهارها بهارها الدارسين بالضبط يعني من الحين ريحه الدارسين مع هذه اي دارسين عجيب يعطيه مثل نوع من الشكر اي نعم بس انا بامسح هذه عشان ما يحترق علينا اي صح حاولوا تنظفون اطرافه لان الحليب يحترق يخرب الماعون بس بهالطريقه نسكرها وخلصنا بسم الله وهذه الطريقه هذا الرز المعمر نعم بموزات اللحم واكو ناس يسوونه بالدياي صعبه لا لكن أنا شفت ناس لا ممكن يسوونه بلحم العجل بتلو بقطع اي وبس الاحلى أي. انه يكون بلحم الغنم وفي عظيمات لازم نعم بعد اذا سوى على الرقبه حلوه تصير وايد بسم الله يعني تقريبا ترى تاخذ لها الان 30 دقيقه بعدين راح نفتح عليها عقب 30 دقيقه نعم ننتظرها لما تخلص ونرتب سفرتنا ونشوف نقصتنا اليوم وين بتروح وين بتوصل ان شاء الله ونرد لكم بعد شوي انا ويا اختي المبارك ان شاء الله مع النقصه نقصة القصار نعم نقصة المبارك اليوم الله يرضى عليك حبايبنا هذه نقصتنا ذهبت قبل ما نجسم النقصة ونقول لكم احنا ايش قررنا نسوي اول شيء احنا العادة متعودين تخلص النقصة وننشبها في المعينات حق التجسم اليوم اختي المبارك قالت لا اول يبين شكلها يبقى خلي يعرفون شنو احنا شو مسوين لهم عقب بنواسيها ونسنعها ونحطها هذا الرز المعمر كهو بس انا استعينا احنا عليه شويه وطلعناه بس بنخليه لين يتسبك عدل ونرد نوديه يصير وجبه عشاء عدل وهذه كشكت ام عمر ابله وفيقه هي ام عمر عدل هي ام عمر نعم ابله وفيقه وهذه الله يسلم عمركم الشركسيه حتى المقطعتين يمها بس دقيقه الشركسيه
طبعا اختي مبارك متضايقه تقول سلام انا سويت شويه، قلت لها مو شويه الجدر هالكبرى، شوف الجدر ايش كبره ينضح. الحين نسنى مره ثانيه ان شاء الله ونرد نحط بنحط زوجنا ان شاء الله وبنجسم الشركسيه حالتها توصل حق الناس كل شيء فيها. نعم المليانه من اليوز، مليانه من السنوبر، خيرات الله اللي فيها. نعم خيرات الله اللي فيها هالطعم العجيب وهاللذه، ولازم توصل حق الكل وتلي تذوق ان شاء الله. ان شاء الله عليهم حق الذي حق اللذي وحق اللتي. واليوم ماكو تواقية لأن الشركسية والرز المعمر ما فيها فلفل، ما فيها تواقية قميضة، فاليوم قمضة أنا قميضة ماكو فلفل، فاليوم ما عندنا تواقية، عندنا نخصتنا زاهبة، زهبنا كل شيء حطيناه الحين عندنا بعد وقت زود، ونرد نجسم أم عينات ونحطه نقصة بتطلع من أم مبارك حق العاملين المصريين اخواننا واخواننا الموجودين هنا، ونقصه بنوديها بعد حق جماعه هم تشفقون على هالاكله. عليهم بالعافيه تشفقون على هالاكله وعلى سامحونا على الكسور، ودي اسوي اكثر والله. بعد ما قصرتي تدرون ام مبارك مقديتنا اليوم كلنا، تقول سامحونا على الكسور. لو اوريكم الجدر مال المربيه اللي جايبته اليوم انا تربع فيها الكبرى. الله يخليك يطلع من خيرك يا ابو داود الله يحفظك. شيء عجيب وشيء مسنع الله يحفظك. المهم احنا ليش ما سالتوني ليش استضفت ام مبارك؟ اول شيء اول ما تعارفنا في السناب. نعم إيه؟ بالسناب والله شفت انا مبارك يقول لي سيما ايوب سيما نشوفها تطبخ، احنا بيننا وبين بعض كنا نعرف بعض من سنين، ترى انا معرفتنا بسيطه بس انه يقول برعيه خير وطباخها وشغلها ما هي تطبخ عشان تبيعها، تقول لي انا اطبخ استانس اذا كلوا الناس. انا شد إيه؟ وهذه طبيعتي انا بيني تجاذبنا بنفس الطريقه، انا استانس اذا طبخت وكلوا من ايديني. يقول لي اليوم اللي احس انه ما يمر علي وكئيب اذا طبخت وتم الاكل والله مكانه. صدري والله اي صاجه شفت شلون؟ يعني تبي تاكل القيمه ولا بتحطك القيمه وتقول زين وهالنعمه اللي سويتها. لا يقولون كل مشروك مبروك صاجه هذا هو. اي نعم اي نعم عليهم بالعافيه. واللي جذب لوادم الذي والتي السراحات سراحاتي ما عندنا سراحات احنا. فاليوم احنا جبنا المباراه قلت لها تقولين استراحات يلا ذوق الحر اليوم ويانا قعدنا بالحروره قالت متعنيه ما يخالف مدام حق اهل الكويت انا شايفه وحق اهل الخليج يستاهلون يستانسون ترى لاول مره تطلع قدام تستاهل تستاهل يا ابو داود من يتعنى لك على هال يعني حبابه النفس وعلى هال هال ما عليك زود ما عليك زود على طول من قلنا لها قالت ما يصير خاطرك الا طيب. والحين يوم مبارك النقصه من حقه هذا الاكل حق تحمل الحاره حق عيو والله حرقتني اي حاره حق عيالنا الموجودين هني. نعم. عليهم بالعافيه لان انا شايفه بيهم من مصريين فنيين مصريين. نعم الله يحفظهم انا احبهم صراحه. نعم اي نعم فعليهم بالعافيه من زباننا وحبايبنا عليهم بالف عافيه اسال الله يحفظهم. تسلم تسلم على الاستضافه ما قصرت لي ما قصرتك الله يحفظك الله يسلمك. كذي وصلت واحنا وصلنا للنهايه ونقول لكم ان شاء الله باكر في نقصه ثانيه تابعونا تشوفوا وين بتروحوا ان شاء الله بامر الله. حياكم الله تسلم ابو داود الله يسلمك حبك.